لكن فما شكون سأل عن الفاتورة التقديرية، فما شكون قال هل ستلغى، أنا ما عنديش الإجابة وقتها، سألت الشركة وعاودوا عطاونا اسم سي نبيل مراد اللي هو حاضر معنا في المباشر، سألته كذلك عن طرق الاستخلاص عن بعد ممكن تفادي الزحمة والاكتظاظ والصف بالخلاص عن بعد. نرجع لك ملا سي نبيل، صباح النور وأهلا وسهلا بك. صباح النور. صباح النور. شكرا. شكرا لقبولك الدعوة مرة أخرى. مرة أخرى نرجع لشركة تونسية الكهرباء والغاز لتفسير معطى طلبوه المستمعين، هل أنه الفاتورة التقديرية سيقع إلغائها؟ نعم أم لا؟ لا لا لا، سوف لم يقع إلغائها، سنحافظ على نفس نظام الفوترة اللي هو فاتورة وقتية إذا كانت عذر علينا رفع العداد وفاتورة استهلاك حقيقية، وإلا وما بيناتهم دي فاتورة التقديرية. في الحقيقة احنا مع انطلاق الفاتورة الجديدة عملنا ومضة تفسيرية وبدينا جستومون بالفاتورة التقديرية وكيفية احتسابها وقتاش تجي للحريف، وهذه زادة منشورة على مواقع الاتصال نتاع الشركة، ينجم الحريف يدخل باش يشوفها ويزيد يفهم أكثر هالنظام هذا نتاع الفوترة تاع ستيك، وبالنسبة وخاصة كيفية احتساب الفاتورة التقديرية هذه فسرناها وإن شاء الله تكون منتشرة ويشوفها الحرف. هي تفسر لنا مادام الناس تسمع فينا سي نبيل مراد. هي ناخذ الروليف المسجل في العداد اللي ايطالي على 24 شهر دونك على عامين، نقسموه على 24 باش نحصلوا على معدل شهري ونضربوه في عدد الاشهر اللي خاصه بالفاتوره. كان فاتورة تقديرية تاع شهرين نضربه في اثنين، كان فاتورة تقديرية تاع ستة شهور نضربه في ستة، دونك هو معدل استهلاك اللي خذيناه من العداد لفترة عامين متكاملين، وطولنا في فترة من عام إلى عامين باش نبعدوا على كليفي دو سيزونيتي، اذا كان استهلك برشا في الشتاء خاطر استهلك في الشتاء مش نفس الاستهلاك في الصيف، دونك طولنا في المده نتاع التقدير باش يكون اكثر وقربنا اكثر للاندكس الريال اللي موجود في العداد وقت اللي نمشوا نرفعوا العداد. وقت اللي تمشي وترفعوا العداد كيفاش المواطن يتاكد من انكم تعديتوا ورفعتوا العداد؟ احنا ما عندناش الوسيله هذه، اما احنا الروليف نعمله، اما اذا كان تغيب علينا نبعثوا له نخلوا له حاجه ان اذا كان عدم ما وقت اللي ما رفعناش العداد نخلوا له حاجه ان رانا افيد باساج عملناه وراهو. اما قاعدين تتنقلوا توا شركه حتى في الظروف الجائحه هذه تتنقلوا بطريقه عاديه تنقلوا الارقام كما هي؟ اي بالطبيعة يتنقلوا وياخذوا في العدادات والارقامات بالطبيعة. يعني كيفاش نجموا تثبتوا للمواطن انكم تعديتوا؟ هذه ديما المواطن مش فاهمها مليح. بعد ايامات تجي فاتوره استهلاك، تجي فاتوره استهلاك هذاك يعرف انه راهو الاندكس هذاك والنمره هذاك راه خذيناه اترافير الباساج نتاعنا. واذا كان عنده اعتراض؟ بالضبط، اذا كان عنده اعتراض فاتوره انترميديير ولا استيمي توا وفرنا له خدمه جديده ما غير ما يتنقل يدخل على سيت موقع الشركه وعنده فضاء الحريف يدخل له ويدخل على الفاتوره معناها اسم معناها رقم الفاتوره ريفيرنس الفاتوره مرجع الفاتوره وعنده امكانيه انه يرفع العداد في المنزل، يعني يمشي للي كونتور نتاعو موجود نيمور الكونتور يمشي يثبت موجود اللي موجود في الموقع هو نفسه اللي موجود في الفاتوره وياخذ ليزانديكس نتاع تريسيتي ولا نتاع الغاز ويدخلهم وحده في السيت في الموقع وحينيا تخرج له فاتوره تعوض الفاتوره التقديريه والا الوقتيه. يعني هذه كيف سهلنا على الحريف انه عناء التنقل.
واضح، إذا ينجم يقوم بها الحريف عن بعد. عن بعد. سألونا زيد المواطنين يوم أمس في التدخل متاعك سي نبيل مراد، نذكر أنك رئيس دائرة بالإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن الاستخلاص عن بعد. حتى حد ما عينه باش يشد الصف باش يخلص فاتورة الماء ولا الضوء، حتى حد ما عينه باش يتعرض للعدوى كذلك. كيفاش سهلتوا هذا على المواطنين؟ احنا الخدمة بالضبط، احنا الخدمة عن بعد، خلاص عن بعد اترافير موقع الشركة نتاعنا انطلقنا به من عام 2005 بالنسبة للحاملين البطاقات البنكية، و2001 بالنسبة للي عندهم البطاقات البريدية. يعني من 2005 هي موجودة الخدمة هذه اترافير السيت نتاعنا. كيف كيف يدخل على الاسباس كليون ويسجل وعنده الحق باش يدخل اكثر من ريفيرونس، يعني اذا كان يحب تاع دار ولا نيكس تاع دار ولا تاع ابوه وامه وعنده معناها عديد من الفاتورات اللي نجم يخلصهم وخلص فاتورته كيف كيف حينيا تجيه نوتيفيكاسيون انه خلص فاتورته. اي تجيه فوتر فاكتور ايتي سولدي بالفرنسيه هي المحل. اي نعم. يعاود يدخل بعد شويه يلقى الفاتوره سولدي 00. واضح. يعني هذا اترافير السيت. هذايا عن طريق الموقع بالانترنت، لكن فما طريقه استخلاص اخرى بالتليفون. بالضبط. عام انطلقت عام 2019 وتدريجيا وتوا ولت تشمل ليزوبيراتور الكل. فما طريقة اترافير اليو اس اس دي، وفما طريقة اترافير ابليكاسيون موبايل. معاش اسكو ما عنديش حق عليه باش ما نجموش نسميو مشغلين، لكن انتوما وين المعلومة يلقاها المواطن؟ موجودة على السيت، على السيت نتاعنا في الويب. تفسروا مليح كيفاش هو كي يدخل في الـ في الـ يلزم هاتف ذكي؟ لا لا لا، ينجم تليفون عادي. اليو اس اس دي تطبيقة اليو اس اس دي مش بالضروري يكون عنده هاتف ذكي، ومش بالضروري يكون كوفير بالريزو، يعني مش بالضروري يكون عنده انترنت. اي تليفون محمول يكومبوزي اطوال رقم المشغل ودياز موجودة المعلومة هذه في ظهر الفاتورة الجديدة، يعني المشغلين الكل موجودين اللي كود نتاعهم يكمبوزي. فما اذا كان مش مسجل فما طريقه سهله ياسر نتاع حكايه اون مينوت، دقيقه ولا دقيقه ونص، باش يوقع تسجيله لاول مره ويعملها العمليه دي مره واحده ويسجلك الريفيرونس هذيك وتولي عنده الحريف امكانيه يعمل كونسلتاسيون لا فاكتور وخلاصها حينيا. يجي اس ام اس، يجي اس ام اس بعد ما يخلص الفاتوره يجي اس ام اس، وكل اس ام اس هذاك فيه تاريخ العملية، رقم المرجع، تاريخ وقتش عمل العملية، وتجي كونفيرماسيون أنه إلى بي. وفي صورة ما وقع أي مشكلة هذاك ينجم يستظهر بيه. واضح، هذاك الرسو نتاعو في أقل من دقيقة. سي نبيل مراد، إلى أي حد مؤمن الموقع نتاعكم؟ الناس تعرف ما زالت تخاف من الاستخلاص عن بعد، يقول لك شكون وين نعرف أنا؟ البروتوكول دو سيكوريتي توت تاسوري، هذه معناها مؤكدة توتي تاسوري. المشغلين الكل مصحين على ان بروتوكول دو سيكوريتي، وكوسوسوا معانا والا مع شركة نقدية تونس الاس ام تي ومع كل الهيئات اللي مكفلة بذلك، والشخصيات المعطيات الشخصية تاع الحريف راهي محفوظة. واضح. حتى كان يحط لي نيميرو دو كونت نتاعو، نيميرو دو كارت بانكير وانا بوستال وكلي كود، كل شيء مؤمن، كل شيء مؤمن. واضح. واضح. واذا كان فما اي مشكل بالطبيعه يتصل بكم. شكرا لك سي نبيل مراد، رئيس دائره بالاداره التجاريه والتسويق بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز. هكا جاوبت مستمعينا اللي تفاعلوا معنا البارح على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه. خمسه دقائق تفصلنا على موعد موجز الاخبار. صباح تونسي مازال معاكم حتى ال11، ابقوا معنا.